فهمتش انا واش اللي ما عندنا باش يدار دورنا باللعابه ديالنا هو الزرايه المغربيه قلتي اشنو هزيتي لي هاي وانت قلت لي هاي هضرات مع هذا هو الغلط الكبير اللي كيرتكبوا الدريات المغاربه اللي كاين في اوروبا في الخارج واش علاش قلت لي هاي وقالت لي هاي بغات تفرقع عليه بغات دير لي داكشي ديال كيليمين الساعه لقاته حتى هويا ماشي بالعكزين قال سيري بعدي ملي عطاني تي ساعه الله يرحم الوالدين هو صدمه بالله حتى مغربي ديال بصح حيت الرجل المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب كيرد راه بحال في تيران بحال على برا لا واش بصراحه كنت انت دايز محدا تقول لك هاي لا ما تقولش هاي تقول يا خويا الهاوت تقول الله يحفظك اختي من الاخر ولكن هو لاعب كبير سي نورمال غيخاف على راسه اسمح لي يا خويا واش لعابو والدراري وبينه وبينكم حنا وقفنا كاع اللي غنهضروا عليه دابا محتاجينه وما بغينا حتى شي واحد ولا حتى شي وحده يتطفل ويقيس لنا شي اسد بالاسود حيت هذوك الناس كيبتلوا الدبلوماسيه ديال المغرب وكيهزوا الرايه المغربيه وكيهتفوا بالرايه المغربيه هو الرايه المغربيه قلتي اشنو هزيتي المهم من بعد هذا الموضوع هذا المشاهدين الكرام غنخليو لكم التعليق ونخلي لكم الكومونتيرات وانت اللي كتكومونتي كومونتير خايب راه عارف من اداء الوطن رد بالك وياك تغلط حنا كنهضروا على موضوع مهم ما كنهضروش على شي حاجه تخربيخ تفاهات ما كنهضروش على روتيني اليومي هذاك السيد ماشي ديال الهضره خايبه ماشي ديال البسالات انت بقى في الحال بزاف بقى في الحال حيت هذاك اسد بالاسود ديالنا صاحبي عيب وعار وحشومه هذاك الدري نطفلوا عليه ونسبوه ونقولوا ليه حقار ونقولوا ليه لا راه حقا متكبر لا حاشا ولا يكون متكبر انا كنعرفو شخصيا هذاك الدري كنعرفو شخصيا متخلق واحد الدرجه ما كتصورش وكيدير الخير هادشي خلي في سبيل الله ما نهضروش عليه وتيرفع الرايه المغربيه وهذو اللي كيهضروا في كومونتيرات راه بحساده عم غياره واعداء الوطن راه موجودين وحنا كنعرفهم بواحد واحد وان شاء الله الاستعلامات العامه غتقوم بالواجب ديالها كيما ديما واي واحد كيعاير الرايه المغربيه وكيعاير المالي وكيعاير البلاد وكيعاير الفنانه ديالنا وكيعاير اللعابه ديالنا كيعتبر من اعداء الوطن علاش؟ حيت الرايه المغربيه اي واحد كيهزها كيتسمى مواطن صالح وباش دوي على واحد اللي فرح المغاربه كاملين وفرح الامهات ديالنا والامهات ديال الناس كاملين في العالم كامل وفرح الناس اللي مرات في السبيطارات وجابنا لاكوب ودخل في واحد الدقيقه اللي مهمه للمغاربه كامله وفرحنا حنا كاملين وكاين اللي بكى على قبل داك الدري وتصور 45 الف مليون ديال البشر كيعرف داك الدري اللي هو زياش ها هو التوني ديالو واش حنا معلقين هنا شي سميه اخرى ها معلقين سميه ديال دريه راه معلقين سميه ديال دري زياش لاعب كره القدم ديالنا اللي كيهز الرايه المغربيه وكيهز الشعار ديالنا واللوغو ديالنا ها هو شتيه ها السيرفيت ديالو ها هي وتحياتي مع الهوتة الشخصية مدينة المحمدية الهوتة واش هو اللي مشى عندها لا حاشا ولله شوف الدري متخلق ما كيمشيش عنده بعد دابا شوف شوف اسمح لي هو سي نورمال غادي يكون غادي وغيخاف على راسه حيت لاعب كبير دابا كاينين مشاكل ديال الفنانه ولعابه كيما شتو هذاك ديال الطاليان وديال فرنسا وكيما شتو نيمار وشتو بزاف ديال سميتهم وقع لهم مشاكل مع بزاف راه الغلط كيوقع والباطل راه واعر وهذيك راه مغربيه تقدر تلعب عليه باطل تقدر دير لي شي حاجه وتحيه كبيره للمغاربه كاملين والمراه المغربيه راه ما كطيحش بالراجل المغربي كذلك هو الراجل المغربي ما كطيحش بالمراه المغربيه والمراه الحره ديما كتهز بالراجل المغربي بولد بلادها حنا كنشوفوا هاد السيده هادي كطيح بولد البلاد عيب وحشومه وعار والناس كاملين راه ماشي تفاعلوا معاه هي حيت دارت هذا الفيديو هذا لا تفاعلوا معاه هو وتقلقوا ما بغاوش المستوى ديال هذاك الدري النيفو ديالو يطيح معاه هو راه ما ردش عليها حيت المستوى ديالو كبير بزاف قال لها انت التعليقات ديالك لا تهموني بمعنى خدام على راسي هو راه خدام على راسه ما غاتجيش انت غتزعزعيه راه ما يمكنش بغيتي ديري البوز وسيري ديري البوز بشي حاجه اخرى بشي حاجه هذاك راه ما غيتعاطاش معاك هذاك راه ماشي كيطيب خيز ولا لفت في كوزينه يبقى لهم هبطاطا كيفاش كنطيبو اخر هذاك خدام شي يلعب كره وتيزرايب عنده جوج حوايج في دماغه عنده جوج حوايج عنده كره وعنده البلاد وعنده الله الوطن الملك ما عندوش الهضره بزاف هذاك كيقول هاي غير لمو هذاك راه ما كيلبش الهضره كبر منه باش نتفاهموا ولا اوتا هذاك راه ماشي يدير ديك اللعبه ديال اللي كبير عليه الصباط ويطلع في الباط ويفز قولي رجليه لا ولا اوتا هذاك راه كيلبسها بلا ما يقول شحال كيلبس راه بوك الشبكه قال لك اوتا كيقول هاي غير الام ديالك شوف هاي الام ديالك كيعرفها موق وكيعرف الله والوطن والملك وفي الشعار ديال شوف الشعار ديالنا ديال التيران حضرنا ليه حنا في قطر وتيبكي وتيموت على البلاد ديالو وتيموت على بلاد بلادو ولاد بلادو والامهات ديال بلادو وانا راه قلت لك راه كنعرفو هذاك الدري راه ما يمكنش يخرج منه العيب هذاك راه فارس من الفرسان ديالنا هذاك راه ما يمكنش تطيحوا به هذاك الشيء خليه في سبيل الله تيدير الخير في سبيل الله احنا ما بغيناش اي مغربيه تطيح في هذا الفخ الله يرضي عليكم هذا ميساج للمغربيات كاملين اللي كاينين في الدول العربيه ولا الدول الفرنسيه ولا الدول ما عرفت شناهو الله يرضي عليكم بعدوا لنا من الفنانه ديالنا وبعدوا لنا من اللعابه ديال الكره ديالنا وخليونا عليكم في التقار احنا مقبلين على كوب ديمون وهذاك السيد راه حنا باغينو وكاينه بلاصتو وغيماركينا البيوت وغيعاود يفرحنا ويفرحكم والله يرضي عليكم اللي عندها شي مشكل تمشي تحلو مع راسها
اللي عندها شي حاجه مع شي واحد شي تحلى معاه. تبعدنا بالفنانه راه ما بساليش لكم الكويريه وما بقاوش دايرين معكم البال. راه كاين اداء الوطن. واش هو جار سي نور باغي يخاف على راسو؟ هذاك راه لعاب كبير ما كيعرف بنادم شكون هو اللي جاي من حدا. يقدر ينغزو شي واحد، يقدر يضربوا شي واحد. الناس اللي كيتفرجوا فينا غيشاطرونا نفس الراي. وانت براسلك شي فنان كبير ولا ولا لاعب كبير ديال كره قدم، راه ما يمكنش تبرك في قهوه شعبيه ولا تمشي بوحدك. وبليز دو سا ما عندوش المناجر حداه، ما عندوش فيدورا حداه، مسكين غادي بوحدو واخد راحته بخير وعلى خير. فرحان بداك البيوت اللي باركه، وفرحان الناس ديال غلطة السراي، وتحيه كبيره من هذا المنبر ديال الهوته الشخصيه ديال المحمديه الاردوغان. وجيتي المحمديه اردوغان، جي والله تنعرض عليك بقايله هنا في المحمديه. راه الحوت عندنا ناضي. وتحيه كبيره للعابه ديال غلطة السراي كاملين، وتحيه كبيره لتيجيزاس كاملين ديال تركيا وحده وحده اللي ما عمرنا شفنا منكم لعيب. وشو دابا لعيب سبحان الله العظيم منين خرج؟ خرج بوحده بنت بلادنا. وانت بنت بلادنا ملي انت كتهضري على ولد بلادنا، واش خليتي البراني ما يقول؟ وراه حشومه وعيب وعار. ولذلك نطالب بسحب هذيك الهضره الخاويه ديالك، ها سحبيها. ونطالب الناس المسؤولين، الجهاز الامني ديال المطارات، والناس المسؤولين على الامن في المغرب، يحقهم هاد السيده باش تدخل من المطار. وما يبقاوش يديروا يقولوا لا ما تبقاوش كترعدوا. والله الا كترعدوا هذا الموضوع هذا راه ليله الله وحده رسول الله. راه راه مرتنا في عظامنا صاحبي، والله الا مرتنا بالله قسما بالله. ولعاب صاحبي لعاب لعاب قد الخلا صاحبي، ديري لي ديك الحاله بحال هكاك. انت مالك اش بغيتي عاد؟ وشكون غتكوني انت كاع؟ وشكون انت وشكون تكوني؟ اش خلا المغني؟ شكون انت وشكون تكوني؟ كوكا بورزاق قالت لي هاي. وكوكا بورزاق تقول لي هاي، غير حيت صباطو غيقول لها هاي هاي هاي. هذه كذبه باينه. وهذاك راه لقيتي ولد الناس هذاك، والله العظيم بالله راه عندك الظلمه ما بقاش معاك اللوجه. واش انت كتصحابي راسك مشهوره؟ كيعرفوك اربعه ولا خمسه في الانستغرام، كتصحابي راسك مشهوره؟ راه ما مشهوره ما والو. انا راه قالوا لي واحد الدري كذا ما كذا، ملي جينا نشوفوك ما عرفت اخويا. هذه ما كنعرفهاش انا، هذه ما كنعرف بالنسبه لي انا ما كنعرفهاش. انا كنعرف حكيم زياش والناس الكبار اللي كيهزوا الراي ديال المغرب وكيتعاطفوا مع المغاربه وكيهزوا الراجل المغربي وكيهزوا المراه المغربيه والناس اللي هما بلديين وتيبغوا البلاد ديالنا وتيبغوا الراي ديالنا والشعار ديالنا وحافظين الشعار ديالنا وحافظين النشيد. اتحداك انا تغني النشيد الوطني اون لايف مع المغاربه كاملين. غني لنا النشيد الوطني بلا بلا تبوزيق بلا تبعصيص بلا والو، فهمتي؟ النشيد الوطني ديري لايف وغني لنا النشيد الوطني. وخلينا هذيك قال لي مشيت لعندو وداك الشيء ديال لاصق الكشاف راه ما عدلاش معاه. حنا راه مغاربه، ومغاربه راه معروفين بالرجوله، مغاربه رجال ديال بصح، ومغاربه حرشين. خلينا بديك الرطوبيه ديال والو. هذاك راه لقيتي ولد الناس راه تعامل معاك معامله في الشكر، غتعاودها مره اخرى مع شي واحد في دوك الدول راه غتشوفي الاخره غتشوف فيها. متكبر. وتاش من متكبر؟ هو التواضع، هو راه متواضع. باش تعرفوا متواضع شو اللبس ديالو، السياره ديالو، السكنه ديالو، ساكن في اقتصادي، السياره عنده متواضعه، داك الشيء ديال الاقتصادي. بنادم فهمتي داخل سوق راسو، ما كيبقى خنزر في بنادم ما والو. انسان اللي عنده واش اللي خايف على راسو كيتسمى كيتسمى راه متكبر؟ تيخاف على راسو؟ هذاك راه ماشي من دوك المفرقعين اللي كابرين في الجوع، لا، ولد الخير ولد الناس هذاك ومغربي فري. ما كيتسمى غادي في الطريق وغادي بحال السبع. وهذاك هو السبع اللي كنبغيو حنايا، هذوك هما السبوع اللي كيبتلونا حنا المغاربه، ماشي السبوع اللي كيمشيو تبعصوا بحوايج غاليين بقى يقولوا صحابو راسهم اللي كاينين فوق الارض. اما انت واضع علي الله وكمل انت المتفرج من عندك، كتبها لي في كومونتير. لا انا سمعت قلت انا كتخداو التونيت بزاف. خويا التونيات ديالنا حنا ديال زياش هاد الايامات راك اقبال كبير على التوني ديال زياش، وكلشي متضامن مع زياش. المغاربه كاملين الدراري كيجيو عندنا المحمديه كيتقداو التوني ديال زياش. كتهضر معاك وكتعطيني التوني ديال زياش، انا مع زياش. هذيك راه ما دارت فيها ما يصلح، ما كيبغوش يسميوها، كتسمعها هذيك هذيك هذيك. وزياش راه خونا وحبيبنا وعلى راسه العين. وتحيه خاصه لجميع المؤسسات الامنيه والعسكريه في المغرب هذا، وتحيه كبيره 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 للناس ديال الامن ديال المحمديه تم اللي تفاعلوا مع هاد الفيديوهات هادو. وراه الناس كاملين ما باغيش هذيك البسالات. حنا بارك علينا هذا الشيء اللي كاين هنا في البلاد. حنا ما بقوش حاضرين مع بلاد براني براني وحاضرين مع الناس ديال البلاد، خليونا حاضرين مع هذوك الاعداء الاخرين. الله يرضي عليكم. تواصلوا معاك فاش تواصلوا معنا 07 توني ديالنا هو هذا المحمديه الناسين. سول على الهوته الشخصيه غيجيبوك حتى لعندك، والتليفون ديالنا اللي معروف على الصعيد العالمي ماشي حتى الوطني. تقدر تكون غادي في زودياك وخص اهالي الجبال ولا البحار غادي يعطوك التليفون 07 09 42 70 21. حيد الله. وتحيه كبيره للدار الكرام والمشاهدين الكرام داخل الوطن وخارج الوطن، وتحيه كبيره لهذا المنبر ديال ميديا لايف، وتحيه كبيره للناس المحمديه واحد 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 على راسهم الوالي ديال الجهه والوالي ديال المحمديه والعامل ديال المحمديه والناس المسؤولين ديال المحمديه، وعلى راسهم صاحب الجلاله الملك واحد السادس نصر الله اللي كيشجع الكره المغربيه ومشى بعيد بالكره المغربيه. وان شاء الله لا كوب دي موند هنا في المغرب وهذا العام